希望有机会再跟你聊聊，分享自己的学科。我们另外一个机会再聊。عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري لبس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. كديري للناس الجداد معايا، مرحبا بكم معايا. اليوم جيتكم بواحد الكيكة زوينة غزالة رائعة، كتجي مالحة، وقلت نشاركها معاكم. قبل ما ندوزو للمقادير، ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو، ولا عجبكم لايك لايك. دابا ندوزو للمقادير. المقادير عندي 4 البيضات، عندي قدر ديال الفرماج على حساب نتوما داكشي اللي غادي ديرو. انا عندي قدر هكا شي 100 غرام هكاك، وعندي الكاشير حتى هو، وعندي الزيتون الكحل والزيتون الخضر، وعندي نص كاس ديال زيت المائده، وغنزيد عليه نص كاس اخر ديال غنعمرو زيت الزيتون، باش ما نديروش كامل. وعندي الملح على حسب الذوق، وعندي خماره فيها 16 غرام، وعندي الثومه شويه ديال الثومه بودره الا ما كانتش تستغناو عليها، وعندي الزعتر، الابزار، الخل، معلقه ديال سكر سنيده، وعندي الدقيق على حسب الخليط. انا غادي ندير وغنقول لكم شحال درت ان شاء الله. دابا نبداو ان شاء الله، غادي نديروا البيض هو الاول. غنزيدو عليه شويه الملحه، ماشي شويه، معلقه اللي غيملح لكم هذا القياس، ولكن ما تقويوش حيت كاين الزيتون انا غادي ندير معلقه، حيت كاين الفرماج مالح كاين الزيتون مالح. المعلقه ديال السنيده، حيت معلقه شويه كبيره حيت هذه صغيره، ومعلقه ديال الخل تكون كبيره، معلقه كبيره ديال الخل عامره صافو. غادي ندوز نضرب هذا الشيء في الطراب، غادي نطربهم مزيان وغادي نرجع معاكم. طربتو مزيان، دابا غادي نزيد الزيت. غنزيد الزيت، غادي نطرب شويه، وراني نسيت ما نقول لكم دانون مسوس ولا نص كاس ديال الماء، وجد عليك نص كاس ديال الحليب ولا كاس ديال الحليب ولا كاس ديال الماء. انا غادي ندير نص كاس ديال الماء وغنزيد عليه نص كاس ديال الحليب، غادي نديرهم وغادي نطرب. دابا غادي ندوز ندير العناصر الاخرى، غندير شويه الابزار، غير شويه رشه، غادي ندير الزعتر، شويه الزعتر حتى هو غادي نحكو عباش ينسمو هادو الكيكه ديالنا. ديز معلقه صغيره هكاك ديال الزعتر، غادي ندير واحد شويه ديال الثومه حتى هي عا شويه، ندير داك الزيتون،
كاشير، حاجه بحاجه ديروا تخلطوا فرماج، دابا غادي نبدا ندير في الدقيق فارينه فورس. الدقيق غادي ندير كاس الاول غادي نغربلو، نجيب واحد المعلقه باش نخلط، غندير الكاس الثاني وغندير هذيك 16 غرام ديال الخميره، غنبدا نخلط. خلطوا هكا من الفوق لتحت، من تحت لفوق هكا. دابا درت جوج كيسان، باقي خصني نجي الدقيق بحال الكيك العادي وصافي غادي يولي. نزيد كاس اخر، انا كنزيد وانا كندير باش ما نخترهاش ثاني بزاف باش ما تجيناش مدقصه. صافي غنكتفي هكا، شو تجي هكا. ما خفيفه ما ثقيله هي هذيك. كيسة ثلاثة الكيسان إلا ربع، شوف شحال صاط، ها صاط حد هنا، هاد شوية لي صاط من التالت، وداكشي على حسب الدقيق تاني. صافي وكنجيب واحد هكا مول ودرت ليه دهنتو بالزبدة، الزبدة ولا الزيت، ولبستو هدا. دابا غادي نخوي فيه هاد المقادير عاد يولي الكيك ديالي. وراني شعلت الفران، شعلتو على 200 درجة، ولكن مني غنرميها غادي نهبط الدرجة، وغادي نخليها طيب بحال الكيكة عادية. غنديرها على 150 على 40 دقيقة، غنشعل على عمل التحت ديالها، نخلي شاعل عمل التحت ديالها، نشويها واحد شوية نقادها هكا، ندخل كاع الكلمات نسويها. ولا بغيتو ترصوها بالفرماج رصوها، فرماج هكاك محكوك رصوها. دابا غادي ندخلها للفران على 150 ديال الحراره على 40 دقيقه، على 40 دقيقه. من بعد ما خرجت من الفران راه باقا سخونه، غادي ندير عليها الفرماج خسياري. لكم الفرماج ديروه، ما كانش راه على الكيتشب دهنوها، على الكيتشب راه مزيان، اي حاجه دهنوها بها على الكيتشب، ولا الفرماج داك الفرماج خلطوه هو والكيتشب ودهنوها، ولا خليوها هكا نيت، خليوها هكا وقطعوها، عرفتي على ريحه طالعه منها. لذيذه لذيذه لذيذه. دابا غادي نكملها هكا ومن بعد نرجع معاكم. ليها هي كتجي هكا،
وزينت درت عليه هذاك الفرماج ما حد سخونه باش يذوب، وزينت بدويورات ديال الزيتون وخسيت فيهم طريفات ديال المطيشه، درت فيهم هذا الفرماج هكا من الجناب. ديان كيبقى لكم الاختيار تزينوه كيما تحبوا نتوما اختياري. دابا غادي ندوز نقطعها معاكم. ها التومة كيفاش كتجي، راه باقا سخونة، كتجي غزالة، كتجي زوينة، ما تقنعوش منها. ترافقوها باش ما بغيتو نتوما، ترافقوها بكويس ديال الاتاي، ترافقوها بالعصير، بالمونادا، بداك الشيء اللي بغيتو. شوفوا كيفاش كتجي، تخليوها على الطيب، طيب مزيان، وتسعلوها من الفوق ديالها، طيب من التحت وتسعلو عليها من الفوق ديالها. راه كطيب مزيان ها التومه، شتوها طايبه مزيان، ما محروقه ما والو، وخفيفه ولذيذه، خفيفه ولذيذه. وكنتمنى تعجبكم هاد الكيكه، لعجبتكم ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.